واهم حاجه بالنسبه لي لهاد السنه وماشي ماشي هاد السنه، عشر السنوات الاخيره كلها اهم حدث هو هاد السبق وهاد الحدث ديال الفريق الوطني اللي وصل لواحد المرتبه ما عمر شي فريق عربي اسلامي افريقي وصل لها. وكنتمنوا المزيد ان شاء الله، وكنتمنوا هذا العام المقبل يكون من حسن الى احسن. كسائر المواطنين وربما اكثر، لان حتى حنا كنا كنلعبوا الكره كنعرفوا مشاكل الكره واش كدير الكره، هذا حاجه. والحاجه الثانيه كنتمنى هذا الانجاز يكون في جميع الميادين، جميع الميادين، في التعليم، في الطب، يعني في الصحه، في العدل، في كل شيء ان شاء الله بقياده صاحب جلالة ان شاء الله باذن الله. بيان سور 2022 يعني فيها بزاف ديال الاحداث اللي وقعات زوينه وخايبه، ولكن اللي زوينه صراحه هي ديال المنتخب الوطني حمرينا وجهنا صراحه. كنقول لهم تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم، الله يزيدكم بحول الله، ونشوفكم في مراتب عليا بحول الله. ما كانش هو هذاك بصراحه. في 2021 اللي كان توفى لي الزوج ديالي رحمه الله، اللي من هذا المنبر كنقول له الله يرحمك سي عبد المولى الزياتي، خليتي بلاصتك كبيره كبيره كبيره، ودائما راك في الظل ديالي، راك في الجنب ديالي، ودائما غتبقى في القلب ديالي. تحياتي لك. الحدث اللي بقى راسخ ليا في 2022 هي انني وليت مؤثر، كنت ممثل وليت مؤثر. دابا درت واحد القناه ديالي في يوتيوب سميتها الزبير عميمي بالفرنسيه والعربيه. انا وليت مؤثر دابا، اللي بغى يجي يتاثر معايا ويبكي مرحبا به. التاثير واحد كلشي ولا تيخدموا المؤثرين، الممثلين ما بقاوش من اثرش فيك. انت بكيت جاتك البك ياك، اثرت فيك ياك، ها باش ناثر في عباد الله. اه ديال التاثير، هو التاثير اللي بغينا نمشيو فهاد الكلمه ديال التاثير مزيانه لغويا ويعني اصطلاحا. التاثير مزيانه تاثر، نتاثر بشخص على اساس انه يكون تاثير ايجابي. اما باش نتاثر بواحد كنتبع واحد انايا كيدير ليا التفاهه وكيدير نابورت كو وانا متبعو، وانت كتدخل غير فضولا انك بغيتي تشوفه، وبالتالي انت يعني كتزيد لي في عدد المشاهدات وفي عدد الدقائق، وانت كتعاونو وضمنيا كيعتقد على انه راه شي حاجه اللي مؤثره في المجتمع، وبالتالي كيزيد التاثير ديالو. والله اختي الله يبعدنا من التاثير ديالهم. اعتقد بانه الاحداث على المستوى السياسي هو الانخراط في الدوله الاجتماعيه واستصدار مجموعه من القوانين، مشاريع القوانين المتعلقه بالحمايه الاجتماعيه. على المستوى الاقتصادي رغم الظرفيه الصعبه العالميه والاقليميه استطاع المغرب بانه يتجاوزها بسلام. كذلك الكورونا، المرض ديال الكورونا اللي استطعنا كمغاربه نتجاوزوه بسلام. بالنسبه للرياضه هي الحدث البارز هو المشاركه ديال المغرب في مونديال قطر 2022، وبالتالي المشاركه اللي كانت جد متميزه في تاريخ ديال المشاركات المغربيه وفي تاريخ ديال كره القدم. اول بلد عربي وافريقي كيوصل للنصف النهائي، وهذا ما جاش عن صدفه وعن فجاه، بل جاء نتيجه اولا الرساله الملكيه التاريخيه اللي كانت في الصخيرات سنه 2008، والاصلاحات اللي عرفتها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ولينا امام بطوله احترافيه. دونك كل شيء، والاصلاحات اللي كانت على المستوى المالي وعلى مستوى البنيه التحتيه والعدد ديال المستويات، الشيء اللي عطى نتائج ايجابيه. الحدث هو ديال كره القدم ديال الفريق الوطني، والحدث ديال المجتمع المدني، المشاكل الاجتماعيه اللي وقع في المغرب على الاجور وعلى الاسعار وعلى هادشي اللي وقع في المغرب، وهادشي كنعيشوا فيه على صعيد العالم ماشي على صعيد المغرب، باش نكونوا صريحين. اذا كاين المغربي شويه معصب شويه على الاسعار، مايمكنش ندخل على الاسعار، لان داكشي دايرها الحكومه، كحنا مواطنين كنعطيوها الراي ديالنا.
والحدث ديال كرة القدم توج الفريق الوطني كأس العالم اللي فرح الشعب، والمغرب راه تهزيه الدرابو ديالو في العالم كله، ونتمناو الفنانة المغاربة اللي ساكن اللي تنساو واخا فيهم أصدقاء ديالي من المطار ديال جيل جلالة اللي مابقيتش كنشوفو، والسي عبد الهادي بالخياط راه غاب على الساحة الفنية ديالو ومشى داك الاتجاه ديالو. الحدث الوحيد اللي بقى راسخ ليا في دماغي هو انني شاركت في مسابقه ملكه الجمال العرب وورد موروكان وربحت ان شاء الله، خديت جهه الداخل وادي الذهب. هو المسابقه ديالي في ملكه الجمال والحمد لله توفقت وخديت ملكه الجمال. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.